اهلا بكم متابعي ومشاهدي موقع مصراوي في كل مكان، معكم عبر هذا البث المباشر الجديد من محافظة سوهاج، وتحديدا مع محمد اقدم صانع كنافة بلدي في محافظة سوهاج. عم احمد عدته وادواته متوارثهم عن اجداده، عمرهم حسب عم احمد عمرهم 250 سنة تقريبا، الصينية والكوزين من النحاس الزجاجي. وزي ما شايفين كده قدام حضراتكم في البث المباشر جمال الصنعة بتاعة عم احمد. عم احمد هيفكرنا بايام ويفكركم بايام الزمن الجميل. دلوقتي هنعرف قصة وحكاية عم احمد مع الكنافة البلدي بعد ما نتعرف عليه. عم احمد بنقول لك كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبين، اهلا بالبرنامج، اهلا رمضان، اهلا بكم مجلسية كلها بولاء. كل سنة وانت طيبين وانت طيب. عم احمد عرفنا بنفسك. انا اسمي احمد محمد، مواليد شارع عمار بن ياسر، نادي المعلمين، درست المهنة دي عن اجدادي. عندك كم سنة يا عم احمد؟ 60 سنة. برش كنافة وانا عندي 10 سنين. يعني ليك 50 سنة بترش كنافة. حبيت المهنة، حببني فيها أبويا الله يرحمه. شبعت ضرب فيه. شبعت ضرب عشان تتعلم المهنة. عشان أتعلم المهنة. الأول كنا نجيب بالبوص، زمان كنا نجيب بالبوص، بعد كده طورنا بالسكينة، طورنا بعد كده الكاس الأبيض، طورنا بالأنابيب. الفرن دي عملتها أنا بيدي، تمام، اللي حبيت المهنة. انت السنه دي عامل الفرن كده بالصاج عم احمد، بالصاج البراميل، مش الصاج اللي هو منتشر. لا لا، الصاج المنتشر ما بتاكل، الصاج بتاكل، لكن الصاج البراميل تخين، ما بتاكل، لكن البراميل ده صاج تخين بيحمل معايا النار. في نفس الوقت انا ماليش دعوه بالنار خالص، انا شغال على الرمل، شغلي كله على الرمال تحت الصينيه. في رمال تحت الصينيه دي؟ في رمال. يعني النار مش مباشرة على الصينية؟ لا لا، مباشرة ما يدريش الجمال ده. ما شاء الله ما شاء الله يا عم احمد، ربنا يبارك لك. والله يا عم احمد صنعة يعني، ولا اجمل شيف بافخم اوتيل او فندق بيعمل حلويات. عم احمد بتفكرنا بايام الزمن الجميل. انا كل اساس في مهنتي وشغلتي بفكرني بالايام، بالزمن القديم كله. ليه؟ الصنعة موجودة، هي المهنة موجودة، أصحابها موجودين. أنا مش دخيل على المهنة، أنا أساس المهنة. أنا بقول لكل كنافة اللي يتعامل مع المهنة دي حلو، ربنا يبارك لك في صحتك وكمالك في صحتك. المكسب ده خليه آخر حاجة، موجود فيها مكسب وخير كتير لو تعامل معاها صح. فإحنا بنقوله الأمة الإسلامية كلها لسه ما نزلش، اللي أنت عايزاه لسه ما نزلش. أهلا يا بنت الأزين، أنا أقدم كنافاني كنافة وقطايف. الصنعة موجودة حلوة وفنية. عم أحمد أدواتك دي كلمنا عن أدواتك، الصينية والكوزين والجمال ده. الكوزين اللي عندي أنا من أيام عصر المماليك، ورثت عن سيدي، عن أبوي، عن أحمد. من أيام المماليك. الكوزين مبطنين من الداخل بمادة الكروم، العجين فيهم متواصل بالنار لمدة أسبوع أو 10 أيام، متواصل بالنار ما غيرش. جمال اللون، الحاجه الطعم، ما فيش تغيير. انت شوف كده انت بترش، وبعدين نكمل كلامنا يا عم احمد عشان ما نعطلش حضرتك. وتابعوا مشاهدي موقع مصراوي، زي ما شايفين كده قدام حضراتكم في البث المباشر عم احمد محمد اقدم كنفاني، وبيقول لك المهنه وارثينها ابا عن جد. ادواته صينيه من النحاس الزجاجي، و كوزين من النحاس الزجاجي. اتعرض عليه حسب عم احمد، اتعرض عليه فيهم فلوس كتير، لكن عم احمد بيقول ان هو فضل ياخد الشبكه والسناره وما ياخدش السمك. ايوه طبعا، انا النهارده كراجل رب اسره او راجل اتعلمت المهنه زي ما اقول لازم اكون صدقا مع نفسي الاول، لكن اعمل لي السمك.
انا اخد الشبكه من المعاصي صيد قصير، عملت سمع على نفسي بمجهودي، عملت صيد حلو بمهنتي تمام. فلهذا ما اخترت الشبكه. الشبكه ما شاء الله. اكل واكل الشعب المصري حلو، زباني تاكل حاجه حلوه وعيالي تاكل. تقريبا الادوات بتاعتك عمرها قد ايه يا عم؟ مش على حركه، لو حسبناها حركه 250 سنه. حوالي 250 سنه. اتعرض عليك انك تبيعهم او حد يشتريهم منك؟ اتعرض كتير، لان ما فيش اللي يحافظ عليهم ولا اللي يعرف قيمتهم ولا يعرف. الصينيه دي النهارده لو حد قال قيمتها دي كنز، زين بتوعد ولا كنز. انت بتقول يا عم احمد قبل البث المباشر كنت بتقول كان عندكم، اتفضل اشتغل، كان عندكم كوزين من الفضه واجدادك تفتكرهم انت بتقول، واجدادك باعوهم واشتراهم احد اصحاب محال الذهب. حسن كان عندنا كوزين فضه اكبر من دول شويه، كان جمال جدا، كنا نشتغل بيهم هنا على نصب مايكل دول. وفي بعض من الناس هنا شافته مشهور يتعلم يصور معاهم بره. فدول سيدي تقريبا باعهم، جاب الكوز ده وكوز ثاني. الكوزين كانوا جمال جدا جدا جدا، بس الله اعلم باعهم ليه. لكن دول هم اللي استمرينا بيهم. انا حتى كنت سالت مع ابويا بيهم، طب خليت لقوا دول صغيرين والتانيين كبار، لان دول مبطنين من تحت. مبطنين كروم. بتصين ادواتك دي فين يا عم احمد؟ جماليه مصر. بتاخد الكوزين بس ولا كوزين والصينيه؟ الكوزين بس. كوزين بس بتصينهم في جيب، بتصينهم بتعملهم ايه؟ غير بلابل، بترصوا بلابل زي كده بتفك المشكله خالص، البلابل دي بتتعمل من جديد تمام. بتغير البلابل دي وتصين الكواز بتاعتك في الجماليه في القاهره. صح، عشان طبعا شهرين متواصلين شغل. عم احمد الكنافه بتاعتك مكوناتها ايه؟ في بعض الناس بتحط فانيليا، بتحط نشا، بتحط حاجات كده اللي هم لسه جداد في المهنه بيقول لك تعمل ريها، فقول لنا انت بتعمل ايه؟ ما يعرفش المهنه حاجه، المهنه ميه ودقيق وملح وصنعه. ميه وملح ودقيق وقبلهم الصنعه. تمام، هنا احنا اخواتنا المصريين بييجوا من عندنا بالذات عشان صايمين هم. اه. بيجي ياكلوا حاجه هم صايمين. الزيت. انا شايفك ما شاء الله، يعني لو تجيب لنا ازازة الزيت، جايب زيت كريستال الدورة ما شاء الله اهو، علشان تبقى حاجتك كلها جودتها عالية. بالظبط. ليه زباين يقول لك على طعم معين؟ مهما طالت السنين يجيني الزبون بيشم ريحته، عارف اشتغلت من غيره. متابعينا ومشاهدينا الكرام، زي ما استمعتوا من عم احمد، أقدم صانع كنافة بلدي في محافظة سوهاج، هو بيكلمنا عن صنعته وتاريخها وبدأها من إمتى مع أجداده لما كان فرن الكنافة بيشغلوها بالبوص. دلوقتي عم أحمد طور وأدخل الحداثة على شكل الفرن السنادي، عمل فرن بصاج البرميل أهو، بيقول لنا إن هو عملها مع نفسه. عم أحمد قول لنا يومك بيبدا ازاي؟ يومي بيبدا حلو من الصبح، مش مطلوب بضحك لحاجه، بقول بسم الله توكلت على الله عشان يبقى كله ميسر. ما فيش اي عقد، حتى لو في عقد انا بزيلها. بزيلها عشان يعرف يتعامل. لان الغلطه عندي فور. هي لقطه واحده. اه. ما ينفعش اتعامل مع العجين بلقطتين. لقطتين هيجوز مني. بعد كده ما اقفش عليها. بقوم السندوتش موجود، بطاقه حلوه زي ما شايفين. بقول يومي سهل. عم احمد حد من ولادك بيعرف يرش وبيشتغل الصنعه الجميله دي؟ اه معايا الاربع عيال بيشتغلوا، حماده وكريم وزياد واحمد. ربنا يديك الصحه وطولة العمر عم احمد. وزي ما شايفين متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، جمال صنعه الكنافه البلدي مع عم احمد محمد، اقدم صانع كنافه بلدي في محافظه سوهاج. وزي ما شايفين عم احمد بيقول لكم الشهادات الصحيه بتاعته اهي، دي الشهادة الصحية اللي بتأكد خلوه من أي أمراض، ودي شهادة تطعيمه من فيروس كورونا المستجد، وده إيصال توريد كهرباء، وده مجلس الوحدة المحلية لحي شرق النطاق اللي بيشتغل فيه عم أحمد محمد، تابعي ومشاهدي موقع مصراوي. بنشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاهدة. كنت معاكم من محافظة سوهاج عمار
عبد الواحد.